الفرحة من هنا انطلقت. شباب قطعوا عشرات الكيلومترات ليصلوا إلى حي 5 جويليا ببوسعادة، أين يسكن الكاتب والباحث الأستاذ السعيد النعمي العامري. خلقوا جوا بهيجا تغمره طلقات البارود وأهازيج أصوات القرقاب، حيث صدحت حناجرهم بهتافات يعطيك الصحة سعيد النعمي، حييت التاريخ اللي كان مخبي، وذلك تعبيرا عن فرحتهم بما بذله من جهد في إحياء تاريخ لطالما غيب، وبطولات صنعها أجداده في مقاومة الاحتلال الفرنسي. لم تكن الدعوة هذه المرة رسالة خطية، لكنها كانت من نوع خاص، موكب يحمله من بوسعادة إلى سيدي عامر ليستقبله أبناء عرشه استقبال الأبطال الفاتحين. وما إن دخل إلى القاعة ليتفاجأ بالفيلم الهائل الذي كان في انتظاره. الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم يليه السلام الوطني. نضيف تحية تمجيد وعظمة لكل من استشهد في سبيل هذا الوطن، وتعالوا نعزف قسما ونغنيه مع بعضنا. السلام عليكم ورحمة الله.
سعيد بن مرزوق النعمي، شاب من مواليد سنة 1984 ببلدية تامسة دائرة سيدي عامر، متحصل على شهادة ليسانس في العلوم الإسلامية تخصص شريعة وقانون من جامعة باتنا، تخرج منها بتفوق. تحية للمتفوق. ثم نال شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بجامعة بسكرة ما شاء الله. اختير رفقة 1200 شاب من 48 ولاية في أكاديمية التأهيل القيادي، حيث تلقى على مدار 5 سنوات تكوينا وتدريبا على يد نخبة من المدربين، وتحصل على المرتبة الثانية وطنيا في محور العلوم والمعارف. فتحية ثانية. أسس سنة 2001 مدرسة الرواد لمدينة بوسعادة، أشرف فيها على تكوين وتدريب أكثر من 50 شابا وفتاة من متفوقي ثانوية مدينة بوسعادة وتربيتهم، وقام وأشرف على تربيتهم على الأخلاق الإسلامية والوطنية وعلى حب العلم، لينشأ جيل ملتزم بدينه، محب لوطنه، متفوق في دراسته، منظم في حياته، ونافع لغيره. فتحية ثالثة. أسس في أكتوبر 2012 رفقة مجموعة من شباب مدينة بوسعادة نادي القراء التفاعلي لمدينة بوسعادة. النادي كان يعقد لقاءات دورية كل أسبوعين، واستمر لأكثر من 2.5 سنين، تم من خلالها مناقشة ومدارسة أكثر من 55 كتابا في مختلف الحقول المعرفية. شغف كبير للعلم يستحق تحية رابعة. سأل رفقة مجموعة من أعيان ومثقفي المنطقة في تأسيس مؤسسة سيدي نايل، التي ساهمت في عدة أعمال خيرية واجتماعية، أهمها جلسات الصلح وإحياء الموروث الثقافي والتقليدي لهذه لكل أولاد نايل. مهتم بالتاريخ المحلي لمنطقة بوسعادة أولاد عامر خصوصا، بالإضافة إلى كتابه مقاومة أولاد عامر والذي اجتمعنا على شرفه اليوم. يعتكف الأستاذ حاليا على تأليف 3 كتب، أولها هو مكمل الكتاب السابق ويتضمن مساهمة ولد عامر في الثورة التحريرية المباركة، ذلك أن هذا الكتاب يتوقف في تاريخ 1916، والثاني ترجمة كتاب حول تاريخ مدينتي بوسعادة والمسيلة، والثالث وثائق وتحقيقات في نسب ولد نايل. فتحية خيرا. الآن جاء دور التكريم، ولأننا قمنا وضحينا بالنفس والنفيس من أجل هذا الوطن، وأن التضحية ما زالت مستمرة ومتواصلة، أدعو الشاب طويل محمد الأمين الذي ضحى بنفسه حماية لحدود هذا الوطن، والذي كان يحمل كل محبة شباب ولد عامر لهذا الوطن وهو في دفاعه عن حدود الجزائر، أستاذي وصديقي طويلة، تفضل إلى المنصة وتكرم أستاذ السعيد إمام. والبداية كانت تكريم الأستاذ السعيد النعمي من طرف بعض الشباب تقديرا وامتنانا منهم. نشكر كل من ساهم في اعتنائها ويبرز كل عشر دقائق. Thank you.
أستاذنا النعم سعيد ضيفا عزيزا حل علينا من بعيد وبكتابه في تاريخ أولاد عامر المجيد الذي اعترفت فرنسا بأنه مقاوم عنيد وكان الزمن بأمجادنا جحيد إلى أن أتى هذا البطل وضرب بيد من حديد ولخص لنا جهده بكل ما هو مفيد كتابا نحتج به على كل صعيد بأن العاملية كان مجاهدا وشهيد من ثورة الأمير عبد القادر إلى مصطفى بن ملعيد سقينا هذا الوطن دما وإن احتاج سنعطي المزيد وهذا على عرشنا غير بعيد. حيث برمجت ندوة تاريخية على شرف الأستاذ السعيد النعمي بعنوان الحلقة المفقودة. ومن أهم محاور الندوة التعريف بالكاتب وأسئلة متنوعة فيما يخص محتوى الكتاب الذي يحمل بين طياته بطولات وأمجاد لعرش كتب التاريخ بأحرف من ذهب وذلك بمقاومة شرسة للمحتل الفرنسي للفترة الممتدة ما بين 1836 إلى 1916. أمانة التاريخ ثقيل حملها تتراكم مسؤولياتها ويزيد حجم تحدياتها مع مرور الزمن. لبنى وهو الكنز الذي يشكل العمق الاستراتيجي لمن يبتغي صناعة المجد في الحاضر والمستقبل، ولأن الأمة التي لا تحفظ تاريخها لا تحفظ ذاتها، ولأننا الأمة التي تسعى بأن تحفظ ذاتها بحفظ تاريخها. ها نلتقي مع الأستاذ والمؤرخ سعيد النعمي. يتقدم شباب ولد عامر وكبار عرش ولد عامر بخالص الترحيب بكافة الحضور والضيوف، وأقول بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني جميعا المؤرخ سعيد النعمي أهلا وسهلا مؤرخنا، أهلا أضعت حفلة، أهلا وسهلا مرحبا لقياك أمل لنا. كنا نردد يا ترى أنا سعد بمرآك هنا حلم تراء حقيقة إذ ها أنت بيننا. حللت والوفد المرافق لك أهلا ونزلتم سهلا وأنتم أرباب المنزل فعلا وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله أن يتقبل منكم هذا العمل الجبار في صالح الأعمال وأن يجعله في ميزان حسناتكم. لدي سؤال ثم أمر إلى مزيد من التكريمات لأنه اليوم عرس وهناك الكثير من التكريمات إن شاء الله. أستاذ سعيد، دعني أبدأ معك هذه الندوة بقصة الكتاب. الكتاب لديه قصة، كيف كانت بداية التأليف؟ كيف جاءتك الفكرة؟ الصعوبات التي تلقيتها أثناء تأليفك لهذا الكتاب؟ احكي لنا قصة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعه بإحسان ليوم الدين. أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعده.
يا ربي لك الحمد ليس غيرك يحمد يا من له كل الخلائق تجد. أما بعد أبائي الكرام إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية شاكر لأهلي وأحبابي من مدينة سيدي عامر من غيرهم من أولاد عامر من أينما حلوا ومن غيرهم من أحباب العرش لأن القاعة هذه ما فيهاش غير أولاد عامر فيها الكثير من أحبابنا من المناطق المجاورة. شاكر لهم هذا الاستقبال وهذه الفرحة التي هي في الحقيقة ليست استقبال وليست فرحة بالشخص شخصي أنا وإنما هو احتفاء وفرح وسرور وابتهاج لما قدمه أجدادنا وآباؤنا فداء لهذا الوطن. آباؤنا وأجدادنا قدموا النفس والنفيس فداء لهذا الوطن وقدموا أغلى ما يملكون وهذا العرش بالذات ولاد عامر قدموا على مدار عقود طويلة أرواحهم أموالهم كل شيء فداء لهذا الوطن لكي ترتفع راية الجزائر خفاقة عالية في السماء. في البداية سألني الدكتور عبد اللاوي عبد الرحيم قصة الكتاب. الكتاب أكيد أنه كل كتاب له قصة. قصة الكتاب هي إجابة عن إشكالية إشكالية وفضول معرفي في يطرح كالتالي: ما مدى مساهمة أولاد عامر في النضال الوطني في المقاومات الشعبية وما علاقة أولاد عامر بالانتفاضات والمقاومات الوطنية التي حدثت سواء مقاومة الأمير عبد القادر أو مقاومة الزعارشة أو مقاومة المبراني أو مقاومة ولاد سيدي الشيخ. فكان هذا الفضول المعرفي وهذه الإشكالية هي الدافع الأساسي لتأليف هذا الكتاب. معلوم أن التاريخ المحلي لمنطقتنا لم يكتب ولم يؤلف فيه ولم يأخذ حقه من الدراسة والتنقيب والبحث التاريخي. فأغلب المؤرخين الجزائريين الذين أغلب الأقلام الوطنية عند كتابتهم للتاريخ يركزون على المقاومات ذات الطابع الوطني كمقاومة الأمير والمقراني ولسي الشيخ وغيرها. أما المقاومات ذات الطابع المحلي فلا يكادون ينظرون إليها يهملونها. لهذا نجد شبه انعدام في كتابة تاريخ المحلي. فهذا كان حافزا لنا لكتابة تاريخ المحلي لمنطقة بوسعادة عموم المنطقة الكبرى وولاد عامر خصوصا. فهذا بالنسبة لأهمية الموضوع. الصعوبات التي واجهتنا أثناء تأليف الكتاب أكيد أنه كل بحث جاد وكل تأليف جاد لا بد أن يلاقي صاحبه معنة وصعوبة أثناء التأليف. بالنسبة للصعوبات والتحديات التي واجهتنا أولها كما قلت انعدام الكتابات الوطنية التي أرخت للمقاومة المحلية خاصة في منطقتنا نحن منطقة ولاد نايل. الأمر الثاني الكتاب والمؤرخين الجزائريين ركزوا على المقاومة الوطنية وبالتالي لما تبحث تفتح كتب التاريخ وتقرأ لن تجد الكلام عن المقاومات يمرون عليها مرور الكرام المقاومات الطابع المحلي. هذه صعوبة وبالتالي أنت الباحث هنا يضطر أنه يجمع المادة العلمية لهذا الموضوع من عشرات إن لم أقل مئات المصادر. لما يبحث يبدأ الباحث في جمع المصادر تواجه إشكالية أخرى هي أنه تاريخ المقاومات المحلية كتبها الكتاب الفرنسيون الأقلام الفرنسية مثل شارل فيرو روبن شروملي بورجات وغيرهم المؤرخين الفرنسيين الذين أرخوا للفترة المذكورة في الكتاب. التحدي الذي واجهنا هو تحدي على مستوى ندرة المصادر باللغة العربية. لا يوجد مصادر باللغة العربية تكلمت عن المقاومات المحلية. المصادر التي تكلمت عن المقاومة المحلية بالمصادر باللغة الفرنسية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حتى لما تعود إلى المصادر الفرنسية تجدها المادة العلمية تجدها مشتتة وبالتالي أنت مضطر لقراءة ومطالعة المئات من الكتب لكي
تجد نتفا هنا وهناك لتقوم بلملمتها وجمعها لكي ينتج لك كتاب. الأمر الثالث وهو التحدي الأكبر بالنسبة لي أن أهم مصدر تعرض لمقاومة ولاد عامر هو الأرشيف الفرنسي والكتابات الفرنسية. الأرشيف الفرنسي اضطررت لكي أجمع المادة العلمية إلى مطالعة أكثر من 4000 صفحة مكتوبة بخط اليد باللغة الفرنسية. هذه 4000 صفحة ليس كلها تتكلم عن ولاد عامر، أحيانا أقرأ 100 أو 200 صفحة مكتوبة بخط اليد مكتوبة قبل 170 سنة تجد فيها معلومة زوج معلومات. أحيانا كنت أذكر أنني أثناء تأليف الكتاب أجلس من بعد صلاة العشاء حتى 5 صباحا حتى يؤذن صلاة أذان الفجر وأنا أتتبع في هذا الأمر. بعد الحصول على الوثيقة الأرشيفية يواجهك تحدي آخر، هو تحدي قراءة هذه الوثيقة لأنها مكتوبة كما قلت بخط اليد بلغة أجنبية عنا. فأضطر إلى هنا أذكر الأستاذ الحاج كمال فضيلي جزاه الله كل خير صاحب مكتبة سعدان بالبسعادة الذي فرغ كل وقته لهذا الكتاب، فكان لا يتململ ولا يمل ولا يكل كلما أخذ له وثيقة. هو فتح الله عليه أنه إنسان يتقن الفرنسية إتقانا كبيرا فكان يترجم لي ويمدني. أيضا أذكر أستاذة أخرى كانت زميلة معي في الثانوية أستاذة نوارة سميرة، هي أستاذة قديمة في التعليم اللغة الفرنسية في الثانوية، أيضا ساعدتني كثيرا في ترجمة النصوص الفرنسية. هذه هي أهم الصعوبات التي واجهتني في تأليف الكتاب. في الماضي كيف لنا أن نصنع المستقبل ونغير الرؤية للحاضر انطلاقا من هذه الشواهد التي تفضلت بذكرها؟ ما توحق وأحداث واقع، لا هو أكثر من ذلك، هو أداة، هو وظيفية، هو أداة وظيفية لصناعة الحاضر واستشراف المستقبل. لو نظرنا في التجربة الأوروبية، دكتورة زغريد هونكا مستشرقة ألمانية صاحبة كتاب شمس الله تذكر في مقدمة كتابها صفحة 11 على طريقة كيفية تدريس التاريخ عند الأوروبيين، تقول أنه يدرس بطريقة يجعل من الأوروبي يشعر بالاعتزاز والافتخار ويشعر بالتمركز نحو الذات. كيف ذلك؟ أنهم لما يدرسون التاريخ لأبنائهم يلقون في لا شعورهم بأن التاريخ القديم يبدأ فقط من الحضارة المصرية ويمرون مرور الكرام عن الحضارات القديمة البابلية والكنعانية يدرسون كلها في صفحتين، ولما يصلون إلى الحضارة الإغريقية والحضارة الرومانية التي ترتبط بهم يتكلمون عنها بإسهاب وتفصيل، ثم لما يصلون إلى العصور الوسطى التي نهضت فيها الأمة الإسلامية والأمة العربية يتناولونها باقتضاب شديد، ثم يقفزون مباشرة لعصر النهضة والعصر التنوير والعصر الحديثة. هذا الأمر يجعل في نفس الطالب الأوروبي يعتبر نفسه أنه هو العصر المتفوق لأنه هو صانع التاريخ وأنه كل العالم يدور في فلكه. هذا الأمر حتى الصينيين، أحد الأطباء الخليجيين قال جاءنا طبيب صيني مشهور ليقيم دورة في العلاج بالإبرة الصينية، وهذا الطبيب الصيني مسلم، قال استحلفته بالله قلت له هل حقيقة تؤمن بأن لهذا الإبرة الصينية علاج؟ قال أتكلم معك بكل صراحة، قال ما نحن متيقنون منه أن هذه الإبرة الصينية لا تعالج إلا 3 أمراض، باقي الأمراض لا علاقة لها بالإبرة الصينية. قال وإذا لماذا كل هذا الشرشرة وهذا التأخير؟ قالوا كلمة لازم نتوقف عندها، قالوا العالم لا يحترم من لا تاريخ له، العالم ما يحترمش الإنسان ما عندوش تاريخ، وبالتالي لما حنايا نقروا تاريخنا ونعرفوه ونقروا لوليداتنا هذا ينشئ أو يساعدهم على التنشئة الاجتماعية وصناعة المواطن الصالح الاعتزاز وحب الوطن وحب القبيلة تاعه، مفهوم؟ أمر ثاني خلينا نقاربوا الموضوع شوي ونقاربوا موضوعيا. لما دكتور مثال عبد الرحيم عبد اللاوي يروح حاب يتوظف في شركة اقتصادية
يطلبوا منه سيرة. أعطينا سيرة الله. سيرة ذاتية. كي يعطيهم سيرة ذاتية عبارة عن ماذا الحقيقة؟ سيرة ذاتية تاريخ. قال أين درس معدلات معدل البكالوريا معدلات في السنوات الجامعة الماستر الدكتوراه وجدت في حياتك ألف كتب. هذه لماذا يطلبون السيرة؟ لأنه معروف أنه الشخص الذي حقق إنجازات نحن نعرفها حقق إنجازات في تاريخه نتوقع إمكانية توقعاتنا لإنجاز لقيامه بإنجازات أخرى يقتنع. أما الشخص الذي لم يجز شيئا في حياتي توقعاتنا لأنه لم يجز شيء تزيد. الأمر ينطبق كذلك على القبائل والشعوب والمجتمعات. المجتمعات والقبائل والمدن التي راكمت إنجازات وراكمت بطولات عبر تاريخها عبر عقود ومئة سنوات إمكانية توقعاتنا أنها ستقوم بنهضة وتقوم بحضارة وتنجز شيء في المستقبل سيكون كبير. بالتالي إحنا البلاد عم نتكلم عن قبيلة تاعنا الحمد لله. تاريخنا مليء بالبطولات مليء بالأمجاد صدقوني أنا أتكلم عن نفسي. لو لم أجد هذا التاريخ مكتوب عند أعدائنا الفرنسيين لما صدقت. ما صدقش. هذا التاريخ البطولات من إحنا اللي كتبناها. العدو هو من اعترف بها ودونها في كتبه. مفهوم؟ ونحن نقلناها إليكم. وبالتالي هذا التاريخ هذا هوية تاعنا. هذا التاريخ إن شاء الله سيفتح أمامنا نافذة نحو المستقبل سيساعدنا على الاعتزاز بهويتنا اعتزاز بانتمائنا ويجعلنا ننظر إلى المستقبل نظرة كلها أمل كلها طموح كلها قرار إن شاء الله. سأكون أنانيا نوعا ما سأسأل عن المجال الذي أهتم به وهو الجانب الاقتصادي. قرأت بأن كان لنا ثروة وكان لنا مال ووضعية اقتصادية كيف كانت وكيف أصبحت وكيف تتوقع أن تكون مستقبلا؟ في المبحث الثاني لما تكلمت عن الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعسكرية لولاد عمر نوّت الجانب الاقتصادي. الجانب الاقتصادي اعتمد فيه على الأرشيف الفرنسي. وجدت وثائق أرشيفية فرنسية فيها إحصاء كل ممتلكات القبائل منطقة بوسعادة ولاد نايل. الشيء العجيب والغريب أنه لما قمت بعقد مقارنة بين ما يمتلكه ولاد عامر من رؤوس أغنام وإبل وبقر وغيرها عدد هائل جدا كانت قبيلة غنية جدا. عددها آنذاك في ديسمبر 1848 2000 شخص. عدد رؤوس مثلا الأغنام 33,000 رأس. عدد رؤوس الأبقار والإبل بالآلاف. بالتالي كانت عندها ثقل اقتصادي كبير جدا. هذا ما جعلهم نوعا ما من ناحية نفسية يعتبرون أنفسهم أنهم داخل قبيلتهم ملوك. وأنهم لا يقبلون أي كان أن تطأ أقدامه أرض هذه القبيلة ولو كان قوته ما كانت. وحاول المستعمر الفرنسي أن يقضي على هذه القوة الاقتصادية. كولونيل دوماس في إحدى رسائله إلى بارك دوكخو كان يستشيره في كيفية التعامل مع هذه القبيلة لأن القبيلة لم يفهم طبيعة تكوينها العقلي. قبيلة متمردة قبيلة متجبرة عندها عزة نفس عندها كبرياء. قالوا لما حاصرت فرنسا ولاد عامر من أجل أنها لكي يقدموا الاستسلام بهجور الكولونيال ويكونوا ثروة اقتصادية كبيرة. لو نشوفوا 1849 معركة الانتفاضة ولاد عامر الأولى حتى 1864 انتفاضة درمل التي شارك فيها ولاد عامر كانوا هما القوة العسكرية الكبرى 600 مقاتل من ولاد عامر حوالي ثلث قبيلة شارك في المعركة. وفي أكثر من 7 مصادر فرنسية تكلموا على الواقع التي سأذكرها. الغريب أنه إحنا في الرواية الشفوية كمحية سمعت واحد يذكرها الحاج عبد القادر بن ناصر بي النذير هذا في جلسة معاه كنت نسجل احكي لي عن الموقف لقيتها مصادر فرنسية مذكورة يتكلم أنه لما انتهت معركة درمل فر ولاد عامر ولاد ماضي للالتحاق بثوار ولاد سيد الشيخ جهة الغرب الالتحاق بالشريف بن حمزة هذا قائد انتفاضة ولاد سيد الشيخ
جنرال جوزيف فالنتيني هذا المكلف بالمنطقة أرسل ثلاث طوابير عسكرية، طابور يقوده ليبير، طابور يقوده جيومار، وطابور يقوده مارغريت. حاصروا ولاد عامر ولاد ماضي ثلاث جهات واستعملوا المدفع. أكتوبر 1864 استطاع الفرنسيون أن يقضوا على العشرات والمئات من النساء والأطفال من ولاد عامر ولاد ماضي، عشرات كتبها وسلبوا منها كل أموال، كل أموال. الغريب أنهم بعدها سبع سنوات 1870 زادوا ولاد عامر، داروا انتفاضة مع المقراني ودعموه بالمال والسلاح والإبل وكل شيء. المعلومة التي لا نعرفها أن المقرانيين لما فروا، لما هزموا في معركة المعاضير وشاركوا معهم ولاد عامر، فروا إلى ولاد عامر، جاءوا هنا ولاد عامر وداروا اجتماع في العبية البيضاء في قزة وموقعوهم ولاد عامر بالمال والسلاح والخيل. والمعلومة اللي شوف التلاقي بالرواية الشفوية، أحد الحضور محمد الجوز كلمني في الهاتف قال لي إحنا راح عندنا، هو جدو جغلان بن عزيز أحد المقاومين تاع انتفاضة 71 وحكمت عليه فرنسا وهو 13 واحد من ولاد عامر، قال لي البقر تاع المقران اللي جابوها معاهم ومهابيل ولاد عامر مازالت عندنا السلالة تاعها لحد الآن. ولاد عامر أعطاهم الخيل، أعطاهم السلاح، وأكثر من ذلك وفروا لهم تغطية عسكرية أمنية، مشوهم من الخرزة الجهة السليم عين القاسط. وقعت معركة كبيرة بينهم وبين الفرنسيين، هزم فيها الفرنسيون ضد ولاد عامر، كانوا محامين المقرانيين، وصلوهم حتى لتوكرت، وصلوهم عند المقاوم قاوم يسموه بالشهرة، ناصر بالشهرة معروف، المقاوم المعروف، وجاوا راجعين. هذا قلت لكم ولاد عامر اللي يحبر واللي يظلم يجي ليهم فهم ينصرونه. الله أكبر، الله أكبر. ما حقيقة لن أجهز اللسان عن التعبير. تبقى لي سؤال، ذكرت في كتابك بأن أبو القاسم سعد الله قال بأن ثورات شعبية قامت تشجعا واستلهاما من ثورة ولاد عامر. تفضل. أبو القاسم سعد الله هو في كتابه تاريخ الحركة الوطنية ركز على المقاومة الوطنية، ولكن ذكر معلومة تكلم على هذه العبلة البيضاء، اجتماع المقرانيين، ذكر عبارة يقول أن انتشار خبر انتفاضة ولاد عامر ولاد فرج أبو سعادة ولاد ماضي شجع كل قبائل المنطقة غرب السور على الانتفاضة ضد المستعمر الفرنسي، وبالتالي كانت المقاومة تاع ولاد عامر كانت تشجع باقي القبائل على الانتفاضة ضد المستعمر. يحضر معنا الأستاذ الدكتور، أنا نطلب المنظمين اللي سمحوا لي في حاجة ليا، دكتور محمد بن مدين، هذا أخ وحبيب وصديق، هو دكتوراه في الفلسفة، ويحضر معنا هو من خارج من ولاد فرج وراه أستاذ في جامعة الجفاء، قرأ الكتاب حرفا بحرف، حب يقدم كلمة شهادة على واحد من خارج العرش لهذا العرش، ندعوه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أحييكم بتحية الإسلام وتحيتهم يوم يلقونه سلاما، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشكر موصول للمنظمين لهذه الجلسة، الشكر موصول للأستاذ الفاضل الأستاذ سعيد النعمي الذي شرفنا وأكرمنا بهذا الكتاب. الأخ سعيد يقول بأنه شهادة من غير ولاد عامر أو من غير عامري، فصراحة هذا الابتهاج وهذا الحفل وهذا الحفاوة وقراءتي للكتاب نتاع الأستاذ سعيد نعمي مقاومة ولاد عامر جعلتني أتمنى لو كنت عامري. أما فيما يخص الكتاب فصدقا أصدق نفسي قبل أن أصدق صديقي،
أني قرأت من أول حرف فيه إلى آخر حرف يعني تمعنا ودقة، وقرأته بقراءة الكاتب الباحث وليس قراءة الشخص الصديق، وهو يعلم بأني لا أجامله ولا أجامل أي شخص في المادة العلمية. فالشكر حقيقة قلتها له وجها لوجه وكتبتها له في كتاب، ملاحظة هو أنه شممت رائحة الجهد الذي بذله الرجل. فصدقا صدقا يعني هذه شهادة شخصية، ليس لأنه صديق وليس لأنه عاملي وليس لأي شيء، ولكن الكتاب فعلا ليس بالأمر الهين، هو تحدي. وربما لو تسألوه عن الانتقادات اللي تعرض لها وعن الكلام اللي سمعوا وعن الأشياء اللي تعرض لها ممكن كانت القاعة تنفجر منه، ولكن الحمد لله أنه الرجل قاوم وخرج الكتاب وخرجت هذه الثمرة التي صنعت مجد أولاد عامر الذي لكم أن تفتخروا به ولنا جميعا أن نفتخروا به. ربما في الماضي جاءوا هاربين ليكم، نقولها بالدارجة بعيدا عن اللغة الأكاديمية، جاءوا هاربين ليكم، واليوم رانا جينا فرحانين بكم، وهذا الشرف الذي تلقيناه ولازلنا نتلقاه أنه كل المصادر التي استعان بها الأستاذ سعيد نعمي أنا استعنت بالمصادر اللي موجودة في المصدر العام اللي هو أكس بروفانس في مارسي، أنا استعنت بها من ناحية أخرى اللي هي ناحية التخصصي، ولكن صدقا أنه هذه المدرسة الأكاديمية في فرنسا شهدت بالحق، والحق كما يقال بما شهدت به الأعداء على مقاومات أولاد عامر الشعبية التي كان يرى لها على أساس أنها هامش للتاريخ، ولكن بفضل الرجال أصبحت تصنع التاريخ. ودعوة المفكر الجزائري الراحل الملك بن نبي رحمه الله في أغلب كتاباته حول قراءة التاريخ، ودعوة ابن خلدون قبله في قراءة التاريخ وأن من لم يقرأ التاريخ لا يعترف به هذا التاريخ، ومن قرأ التاريخ زاد أعماراً إلى عمره. فنسأل الله تعالى أن يزيدنا أعماراً إلى أعمارنا من خلال قراءتنا للتاريخ، تاريخ أولاد عامر، تاريخ الأجداد. وصراحة بالأمس كنت أتفرج في أحد الأفلام التي يرى ما فعله الاستعمار الفرنسي أو الاستدمار الفرنسي كما سماها أبو القاسم سعد الله في كتابة تخصصني كتاب تاريخ حركة المقاومة الجزائرية. فما فعله الفرنسيين صدقا أنه الذي يمتلك قلب حجر، ما نتكلمش على اللي قال عنده قلب حساس، اللي عنده قلب حجر والله العظيم يبكي صدقا، يبكي لما فعله الأعداء بالجزائريين. ولنا أن نفتخر بتاريخنا، والشكر حتى لا أطيل كلمتي، المفاجآت المنتظرة من خلال الكتابات. أنا أدعوكم وأدعو نفسي إلى قراءة التاريخ، لأنه فعلا مهما كان التخصص سواء كنت اقتصادي أو في مجال الإلكترونيك أو في مجال الرياضيات أو الفلسفة أو الشريعة، والشيء الجميل ربما الذي لم يذكر وسأذكره هو أن الرجل غير متخصص في التاريخ وكتب عن التاريخ غيرة تن. نعرف بأنه حاصل على شهادة ليسانس في الشريعة وله يعني نجاحات أخرى في مجالات موازية خاصة في مجال القادة، وهو قائد فعلا طار بنا أو انتقل بنا إلى عالم التاريخ قبل حوالي قرن وخمسين سنة، ولكن صنع بيد من حديد. وأصعب شيء يعني هو معنا الأستاذ عبد الحفيظ السلمي، هو يدرك تماما ويدرك الذين يكتبون في التاريخ بأن كتابة التاريخ راه من أصعب الأشياء، أي مجازفة أن تكتب في التاريخ. ربما أي واحد يكتب في أي تخصص، ولكن أن تكتب في التاريخ فهذا ليس بالأمر الهين. حتى لا أطيل والمنشط يشير إلى الوقت، فكلمتي التي أختم بها أنا أنصحكم بقراءة الكتاب. التصفيق الذي تم والذي نسمعه من بداية اللقاء إلى هذه اللحظة أو حتى إلى غاية الختام، صدقوني والله لا ينفع،
لا ينفع. أنا أقول لا ينفع. لماذا؟ أجدادنا يبحثون عنا لكي نقرأ تاريخهم ولكي نقرأ تاريخنا. فهذا الكتاب الذي كتبه أخونا سعيد نعمي يحتاج منكم أن تسفقوا على قراءة وتقليد صفحاته. بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. رغبة الأستاذ، لأننا منعنا، مشينا على بروتوكول ومنعنا أي خارق للبروتوكول ما عدا ما يراه بطلنا وعريسنا فطلباته بالنسبة لنا أوامر. الأستاذ تفضل. أولا أشكر الدكتور محمد بومدين، عندي شكر لمجموعة من الأساتذة والباحثين الذين أعانوني في تأليف هذا الكتاب، على رأسهم أقول الحاج كمال فضيل جزاه الله كل خير، قد ما نقول ومهما قلت لن أوفيه حقه. أيضا شخص قرأ الكتاب أكثر من 3 مرات وكان دائما ما يأتيني المنزل ويقترح علي تعديلات، احذف هذه اذكر هذه زين منا نقص منا لماذا، وكنت اخذ بنصائحه وارشاداته بلا مناقشه. والدكتور حمزه عجلي فبارك الله فيه، الله يجزيه كل خير، ولولا ارشاداته ولولا ملاحظاته لما خرج الكتاب على الحله التي ترونها الان. انا عندي طلب وطلب ليه هو لو كان لي تفضل هنا المنصة دكتور حمزة عجولي بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره الظاهر العظيم. في البداية أشكر هؤلاء الشباب على تكريمهم لرمز سيدي عامر الأستاذ سعيد نعمي، أشكرهم شكرا جزيلا على الاحترافية في العمل والموضوعية والاستقلالية. يعني أثبتوا لنا بأن التاريخ الذي نحن نتحدث عنه ما زال حيا، لأن الأجداد قد تركوا أبناء يذكرون نضالاتهم ويذكرون تضحياتهم التي قدموها في سبيل هذا الوطن. ثانيا أود أن أتحدث عن الأستاذ سعيد وعن الكتاب المهم جدا، لأن ما ذكره هو دائما يبقى في إطار تعريفه بالكتاب ولا يستطيع أن يتحدث عن نفسه، لأنني أعرفه خجولا ومتواضعا، وقد يعني بقيت معه عدة أيام في دراسة هذا الكتاب وفي يعني تنقيحه. فأقول لكم صدقا بأن الفضل الأول والأخير لهذا الكتاب هو الأستاذ سعيد، ما نحن لم نقوم بشيء، لأن الذي اكتشف هذه الوثائق والذي نفض عنها الغبار والذي بذل الجهد الكبير في ترجمتها وفي تصنيفها وفي ترتيبها هو الأستاذ سعيد النعمي حفظه الله وبارك الله في جهده. أيضا أود أن أشير إلى أن هذه الفكرة، يعني فكرة الكتاب، كانت قديما تراد الأستاذ سعيد النعمي. التقيته يوما سنة 2012 في الحي الجامعي من بن عكنون، طرح لي هذه الفكرة وقال لي بأنني أريد أن أنفض التراب عن تاريخ ولد عام، وتحدثنا حينها عن الأرشيف الفرنسي وعن إكس آن بروفونس التي تحتوي الوثائق التاريخية. في ذلك الوقت حقيقة أقر بأنني قد كنت أرى أن المشروع صعبا جدا، الصعوبات كبيرة، الموضوع كبير يحتاج إلى إلمام باللغة الفرنسية، لأنه تعرفون بأن تاريخ الجزائر مكتوب باللغة الفرنسية. ولكن رغم ذلك الأستاذ سعيد إيمانه بتاريخنا، إيمانه بعرشه، إيمانه بانتمائه أدى إلى أن العمل قد خرج إلى النور، وهذا العمل اليوم أنتم تحتفلون به. يعني الأستاذ سعيد أحسن تكريم له هو حضوركم اليوم وصبركم معه وفرحكم. هذا الفرح اليوم له خلفية واحدة حقيقية، وهي الإخلاص لهذا الله، لله عز وجل، لهذا الوطن ولهذا العرش. ليس هناك لا خلفية سياسية ولا خلفية إيديولوجية، كلكم الآن
جئت من أجل أن تثبتوا تاريخ هذا الوطن. هناك أيضا إخوان الشباب والأبناء التلاميذ والطلبة أن نربط تاريخ أولاد عامر بعمقهم التاريخي والحضاري اللي هو أولاد سيدي نايل، لأن أولاد عامر هم جزء من أولاد نايل وجزء لا يتجزأ من الجزائر، لأنه كما ذكر الشيخ سعيد عندما كنا يعني نقرأ هذه الوثائق التي بحث عنها الشيخ سعيد ونقب عنها كنا كثيرا ما نتفاجأ، يعني معلومات يعني تجعلك يعني تجعل جلدك يعني يشوك في سبيل أنك تعرف تاريخ هذا البلد، معلومات كانت صادمة حقيقة. ولذلك أجدد الدعوة إلى الجميع، اقتنوا هذا الكتاب، انسخوا هذا الكتاب، وقوموا يعني بالوفاء لصاحب هذا الكتاب. السي سعيد النعمي كتب اسمه بحروف من ذهب. لماذا كتبه؟ لأنه قد قام بإنجاز عجز عنه الكثير ولكن فرح به الجميع. أشكركم، السلام عليكم. حان موعد الختام. الكمال لله عز وجل. درنا لأننا حاولنا نفرق حتى واحد حبينا حاجة للجميع. يشهد ربي سبحانه باللي ما درنا حتى حساسية ولا خلفية ولا كانت عفوية شبابية خالصة لتاريخ المنطقة. لهذا السماح إذاكش ما كاين تقصير سيكون. أشكر جنود الخفاء في التمويل، كاين ناس عاونونا صوارك وقالوا ما تذكرش اسمها، وكاين ناس يعني حق ربي ما شاورتهمش عبد الشاور لي يقولوا يقول لي ما تقولش لي يقولوا تقول لي ما تقولش اسمك الحاج هذو راح نقولهم بالاسم. كاين جنود خفاء في التمويل، وكاين سعيد محمد الحامي اللي معنا رحنا ليه وقف معنا قلنا، كاين صافي بن ابراهيم كان نورمال يكون معنا هنا لولا المرض. كاين جماعه الفانتازيه عاونونا بزاف يعطيهم الصحه بارك الله فيكم، مشاو معنا ووقفوا معنا. كاين طاقم البلديه ككل عاوننا وسهلنا بارك الله فيه، الاعلام المحلي عاوننا وقف معنا شارك معنا صور معنا غطى معنا يعطيهم الصحه. شباب اللي وثقوا فينا وجاو يكرموا في الاستاذ معنا يعطيهم الصحه، وفردا فردا الى جميع الاسر اللي عاونونا واللي راهم طلبوا انهم يخلوا في الاسماء. وكاين ناس للاسف ما رحناش لهم، ما كانش الوقت وما لحقناش، كان على بالنا بلي كون نروحوا لهم نلحقوا لهم نطبقوا لهم يعطونا يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم. شكرا جزيلا للجميع. نشكر ثاني الشباب اللي وقفوا معنا وعاونونا هنايا، كانت محطة على التاريخ والكمال ربي سبحانه إذا أردنا. والأستاذ راه يشير لأنه عنده مداخلة قبل أن نختتم، لهذا سأحيل له الخط. أعود وأذكر بفضل بعض الأساتذة الذين أعانوني في تأليف الكتاب، كان لهم الفضل في خروج هذا الكتاب. أذكر الأستاذ حديد إبراهيم هذا الذي صمم الغلاف الكتاب، أستاذ زيان عبد الله بدلي بعض المراجع خاصة بالمتعلقة بالمؤلفات المؤلف مصطفى الأشرف. أذكر الأستاذ علواني عامر بدلي بوثيقة اعتمدت عليها كثيرا في التاريخ للتاريخ الاقتصادي لولاد عامر. أذكر الأستاذ بسكر محمد الذي أمدنا بوثيقة تعيين قاضي تعيين الأمير عبد القادر لسيدي عبد العزيز بن السعيد قاضيا على ولاد عامر. أذكر الأستاذ برحلة حديبي ومجموعة اللي معاه الذين وقفوا وقفة رجل واحد وأشرفوا على الحفل والندوة التاريخية التي أقيمت في المساعدة من أجل هذا الكتاب. أشكر الدكتور رفيق حميدة الذي أمدني بعض المراجع، هو شيخي وأستاذي في المسجد. أشكر الأستاذ هواري محمد والأستاذ سلمي عبد الحفيظ الذين رافقوني طيلة سنوات تأليف الكتاب، والأستاذ السلمي كان من الأوائل الذين نقبوا عن تاريخ أولاد عامر، وتربينا وإحنا صغار على المقالات تاع الأستاذ عبد الحفيظ السلمي، كان يحفزنا على لولا أنه هو فتح لنا هذا الطريق لما كنا ولجنا هذا الميدان. الأستاذ هواري بارك الله فيه، أخي عمر النعمي بارك الله فيه، وجدي الشكر الأستاذ فضيلي الحاج كمال فضيلي والأستاذ حمزة عجولي وكل
لعلي النسيب بعض الأسماء، كل من ساهم في هذا الكتاب من قريب البعيد، بارك الله فيكم. أشكر الذين قاموا بهذا الحفل ووقفوا وقفة رجل واحد، وكما قلت هو ليس احتفاء بشخصية، وهو احتفاء بالأجداد. هذه الوقفة هذه أجدادنا راح تكبرهم، أجدادنا راح تكبرهم فرحانين بالوقفة تاعنا، حاسين بالجهد تاعهم، بطولات وأمجادهم ما راحتش هباء منثورا، بل بالعكس الآن أبناؤهم يقفون ويجتمعون فرحة بما أنجزه الأجداد من بطولات وإنجازات. بارك الله فيكم، شكر الدكتور عبد الله وشكر للمجموعة التي كانت معه في تحضير هذا الحفل، بارك الله فيكم وجزاكم الله كرما، كل خير. شكرا جزيلا أستاذ. كما أعيد وأذكر كاين بزاف قصر رانا كنروحنا ليهم يمدونا ويعاونونا، حنا بركي ما رحناش، سمحوا لنا اللي رانا ما جيناهاش يسمح لنا. كان أمل الشباب ورانا نتعلم، رانا نتعلموا. شكرا جزيلا للجميع، نشكر ايضا جماعه موكب السيارات اللي تنقلوا معنا المساعده ومشاو معنا وتحملوا معنا مشاق السفر، شكرا جزيلا. ايضا جروب روزاريو، شكرا جزيلا. انتم الواجب والله راكم انتم الواجب. والسي خليل غلاف هاو وقف معنا وقفه كبيره يعطيك الصحه، والجماعه اللي جاونا ثاني من الشباب وعاونونا بشي حمزه وجماعه، شكرا جزيلا للجميع، بارك الله فيكم، سبحانك ربي.